يقول إذا راجعت البنك يقدم لي المدير الشاي والقهوة، وأحيانا أتوضأ في البنك وأصلي معهم، فما حكم ذلك؟ الصلاة عمل صالح، فإذا صلوا صل معهم، هم مسلمون، هم مسلمون ليسوا كفارا. إذا كانوا يعملون الربا هذه معصية لا يخرجون من الإسلام، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، إذا صلوا فصل معهم، هذه طاعة وهم مسلمون. لكن تجنب الربا والمعاملة، ولا تعاون معهم على الربا أو تشهد عليه أو تكتبه أو تجيب زباين لهم يرابون معهم، لا تتعاون معهم بشيء.